فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: الرضاع المحرم أو الرضاع المحرم هو 5 رضعات، فهل لابد أن تكون في مجلس واحد؟ لا، 5 مصات يعني، ما هو رضعات شبعة، لا، 5 مصات، كل مصة يجيه اللبن، فإذا حصل 5 مرات في مجلس أو في مجالس حصل الرضاع المحرم. نعم. ثم يقول حفظك الله: وإن كان الرضاع عن طريق القارورة وليس مصا مباشرة للثدي. كل واحد ما دام لبن امرأة ومسه 5 مصات فأكثر فإنه يحرم من ثديها مباشرة أو بواسطة الرضاعة. نعم.